الطيارة المصرية اللي تم طبعا القبض عليها وهي كانت محتجزة في زومبيا. الطيارة المصرية في مننا كتير سمع عنها وفي ما سمعش. طيارة طبعا كانت يعني محملة بالذهب والأموال والدولارات وكل ما هو خير في وقت صعب على مصر ومش لاقية فيه بمعنى الكلمة اللضب. ايه اللي حصل ده؟ كمان قالوا والله اعلم هل الكلام ده صحيح ولا لا، انها غير الاموال انها كانت محملة باسلحة وذخيرة، و يعني فيها اشخاص بينهم 6 كانوا منهم مصريين على طائرة هي كانت خاصة وطلعت من مطار القاهرة. في بلاد كتير وفي مواقع كتير قالت للأسف إن الطائرة تابعة للرئاسة، ولكن طبعا الكلام ليس صحيح. ايه قصة الطيارة دي؟ اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو رجاء الدعم باللايك. اللايك مهم جدا جدا عشان نقدر نستمر وعشان بس القناة ما تتقفلش. طبعا أثار إعلان السلطات المصرية إن السلطات يعني إن أعلنت السلطات الزيمبابوية أو الزامبية ضبط كمية كبيرة جدا مهربة من الأموال، بالذات كانت الدولارات وفيها معادن نفيسة والمازوت وبعض المجوهرات، وكمان للأسف أسلحة وذخيرة. وعشرة أشخاص كان بينهم 6 منهم مصريين على طائرة خاصة، في طيارة خاصة طلعت من مطار القاهرة، ويعني عملت جدل واسع جدا على التواصل الاجتماعي، ونشرت وسائل الإعلام في زيمبيا صور ومقاطع فيديو لما قالت إنها مظبوطات نتجت عن عملية كبيرة، عملية تهريب كبيرة تم على أثرها إيقاف 10 أجانب من بينهم كان 6 بحالهم مصريين وشخص من زومبيا على خلفية التورط في عملية مصادر مبالغ مالية بتجاوزت 5 مليون دولار. الأموال اللي تم ضبطها تجاوزت 5 مليون دولار. طبعا القصة دي يعني معناتها ان في فساد كبير جدا، اي كان نوع الفساد اي كان مصدره، يعني بيتم اخذ الاموال من مصر باي طريقة. لازم يكون في وقفة لان الناس خلاص، ناس تعبت، الناس اعصابها بقت تعبانة، شايفين الغلاء، وفي ناس اهي بتاخد الفلوس وبتهربها بره البلد. اي كانت الشخصيات دي فهي اكيد من كبار المسؤولين ولازم طبعا يتم محاسبتهم. الحقيقة ان الرئيس السيسي يعني اصدر قرار بان لازم يتم محاسبتهم ومعرفتهم جيدا، وهو اللي واقف لمكافحة يعني الاشكال دي اللي بتخرب البلد بمعنى اصح واللي بتدمر البلاد، على العكس من ان في بره فضائيات كتيرة قالت ان الطائرة للأسف تابعة للرئاسة، وده كلام طبعا ليس صحيح ابدا. الطائرة كان فيها بضائع اتوصفت بالخطرة، اتهبطت في مطار طبعا يوم 13 اغسطس، نزلت في المطار وكمان عاملين لها التوقيتات والساعة، يعني الحكاية صحيحة 100%، مفيش اي كذب فيها، مفيش اي كذب ابدا ابدا. فطبعا الازمة اللي بتمر بيها البلاد اكيد ان الناس دي هي اللي بتعمل لخراب البلد وبتعمل لتضييع خيرات البلاد. معادن نفيسة لقوها في 602 قطعة معادن مختلفة يشتبه في انها ذهب. الذهب اللي عمال في أزمة كبيرة برضو في مصر بيتم تهريبه خارج البلاد مهما كان سعره،
واحتجزوا ال10 أشخاص اللي قلنا من بينهم الستة للأسف المصريين، وفيهم هولندي وأسباني وآخر من لاتفيا. بيخضعوا دلوقتي كلهم للتحقيقات وبيسجلوهم، وعايزين يتوصلوا لشخصياتهم وتحقيقات كبيرة معاهم. وتم عرض القصة دي على التواصل الاجتماعي ان جنسية الطيار، وكمان تم ذكر اسمه. القصة دي أثارت جدل كبير جدا جدا في كل الدول، وطبعا من بينهم مصر، والتكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ان جنسية يعني ايه جنسيتها. وتم ذكر رئيس تحرير سابق في الوكالة الرسمية المصرية انه حصل على معلومات من مصدر مسؤول بتفيد بان الطائرة والاموال ليست مصرية، بل ان الطائرة تحمل حروف تسجيل، وده رقم تسجيل لبناني، واللي بيعني ان الطائرة لبنانية وبس عدت على مطار القاهرة وانها ليست مصرية. يعني في دلوقتي كلام انها ممكن اصلا ما تكونش مصرية، مع ان هي للأسف الشديد هي طائرة يعني من مصر، هي الطائرة من مصر، ولكن بيتم التشكيك في الكلام ده. مش عارفين مين مستفيد ومش عارفين ايه السبب. الطائرة خارجة من مطار القاهرة، ودلوقتي بيتم التشكيك في انها خرجت اصلا من مطار القاهرة. ممكن اللي هم بيقولوا الكلام ده يعني تبع اساسا الشخصيات اللي هي بتهرب الاموال خارج البلاد، واللي بتعمل فساد كبير في البلاد. بنتمنى الخير والسلامة للجميع. احنا بنمر باصعب ظروف، يعني ظروف مرينا بيها في حياة مصر. نتمنى الخير للجميع، وأي كانت الأيادي اللي بتخرب نتمنى إنها تقطع.